ده الايت امبلويمنت فير ودي السنه العاشره للسكوبس. هتقدموا ايه جديد بقى في الامبلويمنت فير ده؟ السنه دي ان شاء الله هيكون في اوبورتونيتيز شغل وتريننج في كل الكاريرز اللي ممكن الصيدلي يشتغل فيها زي السيلز والماركتنج والكلينيكال. هيكون كمان في معامل والكواليتي كنترول. طيب بالنسبه للكرايتيريا، هل هي لازم فقط من صيدله عين شمس ولا في اوبشنز ثانيه؟ هي مش بس ستودنتس، هي تكون ستودنتس وجراديويتس، ومش بس من صيدله عين شمس، هي صيدله في اول اوفر ايجيبت او كل جامعات مصر، وكمان ممكن تكون من كليات تانيه غير صيدله زي تجاره وعلوم وكمبيوتر ساينس وطب بيطري. طيب دلوقتي بالنسبه اللي عملوا ريجستريشن اوريدي عندنا في الكامبس، هل هم لازم يجوا يوم الامتحان فير؟ طبعا اللي عمل ريجستريشن لازم يجي يوم الفير ومعاه السي في بتاعه عشان لازم يقدمه بنفسه للشركه. طيب والناس اللي ما عملتش ريجستريشن عندهم تو اوبشنز، ممكن يعملوا ريجستريشن اونلاين على الفورم على اللينك الموجود على الايفنت، وممكن يجوا يعملوا ريجستريشن على البوث يوم الفير. طيب بالنسبه للسي في، الناس عندها مشاكل انها تعمل سي في او مش عارف يعمل سي في ازاي، ده ممكن يعمل ايه؟ اللي مش عارف يكتب سي في هيكون قدامه 3 اوبشنز. اولا ممكن لو دخل على الايفنت هيلاقي ان احنا في سي في فورمز ممكن يملاها، في كمان لينك للسايت بتاع الاتش ار تيم يقدر ان هو يساعده في كتابه السي في، او ممكن يجي يوم الفير واحنا نعمل له سي في في الاي تي يونت. ثانك يو.